هلا وهلا، اليوم راح نشوي دجاجة بتتبيلة رهيبة نسويها معكرونة. طعم الطبق راح يصير فتشي خبل. يلا نبدأ. نبدي بالمكونات. الدجاجة بس غسلتها، عفتها مثل ما هي بدون تقطيع، تقريبا كيلو ومية غرام. راح أعصر عليها ليمون، راح أخلي وياها خضروات، بصل وثوم وفلفل أخضر حار وبوتيتا. راح نسوي للدجاجة تتبيلة عبارة عن بهارات، مجموعة من البهارات، كمون وكاري وثوم مطحون وبابريكا. أخلي عليهم زيت الزيتون وملعقة طعام المعجون الطماطم، ملعقتين طعام من الكاتشب. أول شي راح نسوي نعصر نص ليمونة على الدجاجة، يعني من جهتين، وأخليها فترة، يعني اخليها فتره بالليمون حتى تروح الزفره مالتها. بعدين ابدي اخلط مواد التتبيل اللي قلنا عليها، ونعصر عليها نص الليمون الثاني، ونضيف لها معجون الطماطه والكاتشب، ونبدي نتبل الدجاجه قبل كم ساعه من الشوي. راح اخلي هسه الدجاجه للشوي، اخلي وياها الخضروات، باقي التتبيله خليتها على الخضروات، ورشيت شويه ملح، وراح اغلفها بورق الزبده والالمنيوم وادخلها الفرن. هالدجاجه هسه ندخلها الفرن على درجة حرارة 280 من فوق وجوا، وبعدين نحمرها. ورا ساعة ونص بالفرن، هسه ندخلها بس حتى تتحمر. حتى نسوي المعكرونة راح نقدمها ويا الدجاج، خليت مي على ما حمى، خليت عليه شوية زيت، ملح، فلفل أسود، و300 غرام من المعكرونة، الكميات حسب الرغبة. راح أظل أحركها 10 دقائق إلى ربع ساعة تصير جاهزة. راح أحمس للمعكرونة شوية بصل بزيت، لما يتغير لون البصل أخلي عليه ملعقة شاي من الكاري وملعقة طعام من معجون الطماطم. المعكرونة هسه عندي استوت، مجرد ما راح أصفيها من ميها أخلي عليها شوية مي بارد، بعدين أجي أخليها على الخليط اللي سويته، أحركهم سوا، أخليها 10 دقائق على النار، وتصير عندي جاهزة. ضفت لها شوية أوريغانو، إذا ما عندكم خلوا عليها نعناع مجفف أو لا تخلون عليها شي عادي. كل شي صار عندي جاهز، راح أقدمهم بهالطريقة هذه. طبق يخبل، طعم الدجاج بهاي التتبيلة رهيب، طعمه ويا المعكرونة فتشي. لازم تجربون هاي الطريقة، وبالعافية مقدماً.